ممكن اعمل 4 to 215. هو اكسلنت، عمل 4 to 15. ستار هو نمبر 5 في الهوم وورك. انا ما فهمتهاش، ينفع تشرحها لي؟ ليه؟ طب ما عرفتهاش يا مستر. ليها اقول لها الإجابة كم يا أستاذ؟ نمبر 5، قول نمبر 5 تاني يلا. ريد نمبر 5، اقري نمبر 5. A wire was divided into two parts in the ratio 5:9 if the length of the shortest part equal 45 centimeter. Find the total the length of the wire. Excellent. انا عندي بقى، في عندي واير يعني سلك اهو، في واحد قصير تمام وفي واحد طويل بقى هو 9. اوكي، فقال القصير اوريدي هو في الحقيقه 45 تمام. عايز بقى، عايز يجيب نجيب التوتال يعني هنجيبهم كلهم على بعض كام، فلازم اعرفهم كام. فده ال5 اصلا هو كان 45 متر، يبقى ال9 كان كام متر؟ فقلنا هنعمل كده first to second، اكتب زي ما انا كاتب كده واكتب بقى 5 و 9 واجي تحت ال 5 بقى عشان هو قال لي shortest، فshortest ال 5 ولا ال 9؟ فشور الشورتست اللي هي ال 5، اكتب تحتها بقى 45 تمام. واجيب بقى اللي هو السكند، اجيبه ازاي بقى؟ هعمل ايه؟ هعمل 9 او 45 multiply 9 over 5. اوكي، دايما دول اللي فوش بعضهم بيكونوا فوق تايمز، ودايما اللي يكون جاي كده معاها يكون هو اللي تحت. خلاص تطلع معايا كام الاجابه بقى؟ هتطلع 81 متر. طب ده كده اللي قصير 45 والتاني بقى طلع 81، هو عايز بقى التوتال كله بقى على بعضه كام بقى؟ 5 + 1 = 6 و 4 + 8 = 12، يبقى كلهم على بعضهم 126 متر. You understand؟ يا مس، يا مس، يا مس، بس ينفع تشرحها تاني؟ اوكي، انا عندي فيرست وسكند. ينفع تشرح المسألة دي تاني؟ انا عندي فيرست وسكند. ينفع تشرح المسألة تاني؟ عندي فيرست وسكند تمام. عندي قال لي بقى الريشيو بتاعهم 5 و9، رحت كاتب انا فيرست. اوكي، اتس فيري ايزي، كتبت فيرست تمام وكتبت سكند. عندي لان هو مش كاتب لي مثلا اسماء ناس، مثلا مش كاتب لي مثلا اسم واحد واسم واحد، بس قال لي تو وايرز تمام، تو رودز، فنكتب بقى فيرست وسكند من عندنا. طيب اروح بقى مديني ريشيو، الريشيو ادوني كام بقى؟ 5 و9. وحب بقى يلخبطني شويه بقى، ما قاليش بقى الفيرست ولا السكند، قال لي الشورتست واير يعني السلك القصير، فالسلك القصير كده بالمنتال كده هيبقى ال 5 ولا ال 9؟ ال 5، يبقى ال 45 اللي هو مديهاني دي مين؟ اكتبها بقى تحت مين؟ تحت الشورتست. طيب دلوقتي انا محتاج بقى اعرف اللونجست واير بكام؟ فاتفقنا بقى عندي طريقتين احل بيهم، لا اما طريقه السيزرز دي او طريقه الفاري اوف وان بارت تمام. لو انا حليتها بالسيزرز دي بعمل مقص كده، بعمل خط كده في النص كده، اعمل اكس كده، الاثنين بقى الخط بقى اللي واصل بالميسنج نمبر ده هيبقى من تحت، يعني 5 دي تبقى من تحت، لازم شورت من تحت، واللي من فوق ال 9 وال 45 واحلها على الكالكليتر كده تمام. اما بقى اللي يحب يحلها بفاليو فان بارت بيعمل ده ديفايد ده الكبير ديفايد الصغير واللي يا استاذ تايمز. انا عندي في الكالكوليتر بتاعي ما فيش اوفر ولا ال 2 بوينت. ما فيش مشكله، ماشي. طيب اقول لك بقى الطريقه تعمل 45، بتعملها انت دي بالكالكوليتر العاديه ازاي؟ بتعملها 45 تايمز 9، تروح دايس ايكوال، وبعد الايكوال تعمل ديفايدد 5، هتطلع معاك الاجابه في الاخر، دوس ايكوال تاني تطلع معاك 81، مش محتاجين بقى الكالكليتر اللي فيها الفراكشن.
تعرف تعمل كده؟ يلا جرب على الكالكيتر بتاعتك او الكالكيتر بتاعت الموبايل. اوكي اشرحها تاني. ايوه يا يا جماعه حد فاهم؟ كم واحد فاهم؟ هو مستر انا فاهم. انا فاهمه يا مستر. انا شرحتها كده مرتين تمام، والمره الاولانيه بثلاث مرات شرحتها ثلاث مرات. اللي مش فاهم يا جماعه عادي يقول مش فاهم، اشرحله على الخاص مفيش مشكله. لو يتكرم ويسمع الفيديو انا هبعته تمام، يبقى تمام مفيش مشكله. هي انا تحت امركم. بس انا حليتها بطريقه اذا كانت هي صح الطريقه اللي حليت بيها ولا لا. عادي قلتها لك مستر. انا الاول قسمت ال 45 على ال ده مش فاهم ادتني 9. يا ريت يا جماعه لما حد يتكلم محدش تاني يتكلم معاه، يعني من اداب الحديث ان لما حد يتكلم محدش تاني يتكلم معاه. خلاص تمام. لو كل مستر بيتكلم محدش تاني يتكلم معاه او يقطعه. مستر انا كنت بتكلم، فكانت واحده بتتكلم دلوقتي وواحد تاني دخل بيقول انا مش فاهم، فسيبها هي تتكلم وبعد كده انت تتكلم بقى براحتك. احنا عندنا احنا كده كده وقت طويل ونتكلم براحتنا. خلاص. اللي كانت بتشرح بقى تشرح تكمل بقى الشرح بتاعها. انا مستر. طيب مستر انا اللي كنت بقول لك حليت المساله. اتفضلي قولي. وبص مستر بعدين انا قسمتها ادتني 9 اوكي. بعدين انا عملتها ان هي 45 over 9 وان الرقم الميسنج نمبر هو 45. تمام. طب انت عملتي 45 over 5 طلع معاكي 9، ال 9 بقى دي تعمليها تايمز 9 اللي موجوده فوق فتديكي 81. كده انت حل صح. خلاص ندخل بقى على دي عشان في حد كان قال انا مش فاهم دي اشرحها بقى. بعد ما اشرحها انا كنت بحلها. استاذ ايوه حازم حاضر. انا كنت بحلها. ايوه حازم ماشي حلها. 4 4 2 15. تمام نسمع حازم ونشوف انا اشرح لكم بعد حازم تاني. يلا يا حازم قول. 4 2 15. احنا خلينا الفور دي الفور خليناها اوفر 15 خليناها 4 2 15. برافو عليك. طيب هنا ريشيو بتوين ايه؟ هايت اوف ايه؟ بيلدينج. يعني الاولاني بتاع البيلدينج يعني ده كده نكتب عليه بي. 48 تحت 4. هنسمع حازم بس يا جماعه ما حدش يتكلم غير حازم. 48 تحت 4 بتاعت كايرو تاور. يلا بقى 48 تحت الفوق البيلدينج 48. انت اخترت ليه ال 48 اندر 4؟ عشان هو قال ايه؟ بيلدينج. والميسنج نمبر كده هو فين بقى؟ هنا. على فكره الميسنج نمبر ده ممكن نكتبه بدل السكوير كده ممكن نكتبه اكس واي. خلاص فده ميسنج نمبر. اوكي هو محتاج بقى الاكس ده بقى نجيبه ازاي بقى؟ 15 divided 4. نعمل 48 على الكالكليتر تايمز 15 وبعد كده ادوس ايكوال واعمل divided 4. 720. كام؟ 720. لا مش هيطلع 720 عشان دي divided 41 دي divided 412 12 تايمز 15. $720/4 $180. 180
متر. ليه بقى متر؟ عشان هو جايب لي هنا كلمة ايه؟ كلمة متر، فلازم اكتب متر. رافع حازم، في حد تاني بقى حلها زي حازم كده؟ انا مستر. مين تاني؟ انا سمر. على ال الاكس دي، الاكس دي مالتي بلاي، فهمت؟ الاكس دي سامبل اللي هو ميسنج نمبر، يعني دي مش مالتي بلاي، دي اكس. يعني حاجه مش موجوده، يعني ممكن واي، ممكن اكس. يا مستر هو عمل اللي هو عمل اللي هو الاكس دي، انا عملت ال 48 ديفايد 4 مالتي بلاي 15. تمام، ينفع يا ساندرا برضو عادي، مش مشكله. انا طلع عندك الريزلت في اخر 180 متر، فاني واي بقى باي طريق بقى يا طلعت نفس الناتج. اكسلنت، ذاتس انف. احنا كده ادينا تو سيشن، ادينا حصتين، واحنا في الميسنج نمبر. عايزين بقى ندخل على ليفل اكبر شويه. تمام، في عندي ميسنج نمبر بس الطريقه ثانيه. جاهزين بقى؟ جاهزين. تمام، ليفل 1 خلصناه، ندخل بقى على ليفل 2. فحقيقة حاجة صعبة شوية، بس الشاطرين بقى، انتوا شاطرين هتفهموها بسرعة. اوكي؟ اوكي. تمام. نفهم يلا. هفصل المايكات واشرح، وبعد كده ايه؟ اللي عايز أي حاجة يشغل المايك بتاعه، بس ما حدش شغاله دلوقتي غير بعد ما أخلص شرح. اوكي؟ يلا نيو بيج، صفحة جديدة. قلت ما حدش شغل المايك. هاي مستر؟ نعم. نكتب. اوكي. يا جماعه بليز ما حدش شغل المايك بتاعه غير لما نخلص بقى عشان خلاص. اوكي ياسين بليز. يا يلا بقى النوع الثاني بقى من الاسئله عندنا. احنا عندنا 3 تايب اوف كويستشنز، يعني ثلاث انواع من الاسئله. النوع الاولاني احنا خلصناه بقى، لما يديني حاجه بقى يقول لي مثلا اثنين، واحد فيهم موجود والثاني مش موجود، فنقدر نعمل المالتيبليكيشن كروس او نحل. خلاص، اللي جاي بقى دي تايب ثاني خالص بقى، بيقول لي مثلا ان سكول، يعني في مدرسه. ان سكول، ويديني بقى السكول كلها، يعني ولا الجيرلز ولا البويز. خلاص، فيقول لي مثلا ان اسكول، في اسكول، في مدرسه فيها 800. مش هيقول بقى طبعا، هيقول 800 ستودنت او 800 بيوبلز. اوكي، بعد كده يقول لي بقى اف ريشيو بتوين girls، ممكن يبدا بالبويز او الجيرلز، اللي هيبدا بيه نبدا بيه. ماشي خلاص، girls to boys is مثلا 5 to، نخليها مثلا 5 to 2 3 2 4 2 7، اي حاجه بقى. خلاص 5 to 3، يعني كده البنات اكتر، البنات 5 والاولاد 3. يعني لو في عندي في المدرسه دي تلات اولاد، هيبقوا قدامهم بقى كده 5 بنات. خلاص، المهم طبعا ده ريشيو، ده مش حقيقه طبعا. هيجي بقى ولا مديني بقى، ولا مديني الاولاد ولا مديني البنات، ومديني التوتال كله على بعضه كده 800. احلها بقى ازاي؟ لو كان في جيرلز كنت اكتبها تحت الجيرلز، لو في بويز اكتبها تحت البويز، بس هو مديني التوتال او الصم بتاعهم كلهم هما الاثنين. فالنوع ده من الكويستشنز بقى، التايب ده من الكويستشنز، هنحل بقى ازاي؟ بص هنحله ازاي بقى؟ هنركز قوي، هو اللي مدوني ده التوتال ولا الديفرنس؟ يعني ده مجموع الاولاد والبنات هما الاثنين، ولا الفرق بينهم؟ فانا عندي حاجه من الاثنين، لا اما المسائل بتاعتي تكون صم، يعني بيديني مجموع زي كده، او ديفرنس، يعني حاجه فيها ماينس. هنيجي غير كده بس. فاحنا دلوقتي هناخد مثلا الصم،
ماشي ونسيب الديفرنس دلوقتي لما نخلص الصم. طب انا عرفت الصم ازاي؟ هو قال ان اسكول يعني المدرسه كلها بقى، ما قاليش الفرق بين بنات واولاد. الفرق ده هناخد بعد كده نقول الفرق ازاي. فدلوقتي بيديني ال 800 ده الصم. فبصوا بقى الستيب هنحلها ازاي. هنكتب اول حاجه هو مديني الجيرلز، فراح كاتب انا الجيرلز. تو ريشيو يعني والبويز وريشيو بتاع الفايز. يا مستر لو سمحت بس ينفع ترجع ورا بس عايزك تكتب 5 2 3. اوكي طيب هنا بقى مش مديني بقى هم ده كان بيديني مجموعهم هم الاثنين. فاكتب بقى ايه سم. يبقى الحاجه الجديده بقى هكتب ايه سم. طيب مجموعهم كام بقى؟ مجموعهم عندي حاجتين بقى، في السم بتاعهم في الريشيو والسم بتاعهم في الحقيقه. السم بتاعهم في الريشيو يعني هنا الريشيو كام بتاعهم 5 و3، فالسم بتاعهم هنا 8. يبقى الايه دي جبناها منين مستر؟ احنا ليه عملنا سم؟ ما ده نيو كويستشن، دي اسئله جديده لازم استخدم فيها سم. فسم معناها بلس يعني التوتال اوف بويز اند جيرلز. فاحنا كده السم بتاعهم اللي هم 5 و3 يبقى السم بتاعهم كام؟ 8. يعني السم بتاعهم في الريشيو 8. طيب السم بتاعهم في الريل بقى في الحقيقه بقى كام؟ 800. اوكي فنيجي بقى عايزين نطلع كل حاجه لوحديها بقى. يا عمر حاضر خلينا نحاول نغسل لك بصور الماس. نكمل 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 ولا نسيب الناس اللي عايزه تغسل دي تغسل بقى؟ سوري بقى نكمل كده خلاص. يلا بقى جاهزين نكمل. يبقى انا اول حاجه عندي الجيرلز طلعتها، البويز طلعتهم، جبت الصم بتاعهم في الريش. انا زوم طلعني فكرني خلاص. طيب نيجي بقى عايزين نطلع كل واحد لوحده بقى، عايزين نعرف هنا البويز كام وعايزين نعرف الجيرلز كام. 100 × 3 و 800. طيب انا ممكن استخدم برضو قلنا طريقتين، ممكن استخدم value of one part يعني هعمل divided الاول، يعني اعمل ده divided ده خلاص، واللي يطلع عندي بقى بعد divided اعمله times معها هنا ويبقى ده البويز واعمله times هنا ويطلع ده الجيرلز. ودي اسهل حاجه. فاول حاجه اقول له value of one part، ممكن اختصرها كده value of one part. الطريقه بتاعتي صح؟ 800 over 8 يبقى الاجابه تطلع 100. مستر انا اظن طلعني وما حضرتش. هنعمل بقى الجيرلز، هنجيب الجيرلز ايكوال بقى 5 times 100 يدينا 500. وعندنا بقى البويز equal بقى 3
times 100 دينا 300. اوكي فاحنا كده طلعنا الجيرلز وطلعنا البويز، دي طريقه الفاليو اوف وان بارت. اوكي طيب لو واحد بقى يحب الطريقه الثانيه بقى اللي هي بس كده ممكن تحل لنا واحده ثانيه عشان انا دوم طلعني وما حضرتش دي يعني. تمام طب نحل بقى بالطريقه الثانيه، فهنعمل بقى مالتيبليكيشن كروس كده خلاص، وهتبقى البويز هنجيب البويز الاول هيبقى مين من تحت بقى 8 واللي من فوق بقى 3 تايمز 800، وهيطلع برضو الاجابه عندي برضو البويز 300 برضو. ممكن بقى احل بنفس الطريقه برضو كده، اعمل كده ال 8 هعمل 8 مع هنا كده وال 5 كده، فاجيب بقى منها الجيرلز هتبقى كده عندي 8 من تحت برضو، واللي من فوق هتبقى 5 تايم. مفيش مشكلة هناخد واحدة واثنين وثلاثة، ده احنا كتير النهاردة كله هيبقى فيه صم، يعني النهاردة مش هنخلص الصم وبكرة إن شاء الله هنخلص الديفرنس، فناخد صم هناخد صم كتير النهاردة. تمام تعال ناخد واحدة تانية صم، يعني فيها صم يعني كده في عندي بقى حاجة جديدة اسمها صم، يبقى انا عندي في اثنين وفي هيبقى معاهم كده حاجه اسمها صم. اوكي اللي معاه الكتاب بتاعه يطلع بيج نمبر او اكسرسايز نمبر 3. احنا كنا في 6 هناخد 7. عندي هنا نمبر 7 بيقول ذا نمبر زوم طلعني ودخلني، يعني دي ما حضرتهاش قوي يعني، جيت بس على الناتج اللي هو عمل في الاكس ده بس. طيب ناخدها تاني نشرحها تاني يلا عشان الناس اللي طلعها الزوم، هنشرحها تاني. طيب طريقة تانية أقول لكم بقى إن أسكول في سكول فيها 260 دي سكول كلها يعني، مسألة تانية نفس الأولى بالظبط هي 260 student أو pupil. هنا طلبة كلهم 260. تمام اديني بقى البويز تو جيرلز، كتب لي البويز تو جيرلز. اوكي 6 to 7 ده الكويستشن السكول كلها 260 البويز 6 الجيرلز 7. طبعا 6 و 7 ده مش حقيقي، ما فيش مدرسه فيها 6 بويز 7 جيرلز، طبعا ريشيو خلاص. الحقيقه بقى ان هما الاثنين لو عملتهم بلس يطلعوا 260. فاحنا قلنا لما نلاقي صم هنزود حاجه من عندنا اسمها ايه بقى؟ اسمها صم، يعني نيجي بقى جنبهم كده ونعمل حاجه ثالثه كده، هنعمل ريشيو ثاني ان هما كان 2 ريشيو. مستر هو احنا بنجيب 6 و 2 ازاي واحنا عندنا انت عندك في عندك الاول الاول والتوتال ستودنت 260، وعندنا بقى الاولاد احنا ما نعرفش كام اصلا والبنات ما نعرفش كام اصلا، بس لما اعملهم بلس يطلعوا 260. تمام طيب ال 260 كتب ايه فوقيها بقى؟ طب انا ازاي اجيب السم؟ حاضر 260 تكتب ايه فوقيها بقى؟ تكتب البلس بتاعت 6 و7، يعني اعمل 6 بلس 7 اللي هم الريشيو اصلا 6 بلس 7 ب 13 راح كاتب هنا 13. كنت بتقطع تعمل حاجات وانت مش فاهمه ايه هي؟ نقول تاني مفيش مشكله، هي حاجه جديده زي كده بتكون صعبه في الاول لكن بعد 1 question 2 question بتبقى فيري ايزي خلاص. فنقول تاني انا عندي البويز والجيرلز 6 و7 وكاتب 6 و7 تمام، بعد كده البويز والجيرلز 6 و7 تمام، هم اصلا احنا ولا نعرف بويز ولا نعرف جيرلز ولا مديني بقى البويز كام ولا الجيرلز كام، لو كان مديهم لي كنا حالتهم زي الليفل 1.
خلاص هو مديني بقى اللي هما الاثنين بلس يدينا 260. طب 260 ده البلس بتاع الريشيو ولا البلس بتاع الاوريجينال بتاع الاصل بتاعهم؟ لا ده البلس بتاع الاصل بتاعهم. فرحت جات الجنب بقى جنب الصام هنا. طب الصام ده اجيبه منين ده؟ ده اجيبه بقى من بلس اللي هنا، اعمل دول بلس يطلعوا 13. وكده بقت كويستشن جديده. يعني بص مثلا نعمل عليها هايلايت دلوقتي، دي كانها مساله لوحدها نحلها زي اللي هناك. يعني كان احنا جبنا ال 6 وال 7 دول منين؟ في الكويستشن نفسه. انا قلت الكويستشن الاول اللي هو بالازرق ده، وابتديت احل بالاحمر اللي هو الريد. فدول كان المساله لوحدها. طب انا عايز احلها لوحدها، فكنت بعمل كده عشان احلها. فنطلع منهم مين؟ الجيرلز. يبقى الجيرلز ايكوال كام بقى؟ سيفن ملتبلاي 260 اوفر 13. مستر ومش دي برضه ينفع اعمل 13 ملتبلاي 7؟ لا مش ينفع نعمل فيها 13 ملتبلاي 7. يعني لو عايزين نحلها فاليو فون بارت بعمل ده ديفايدد ده، واللي يطلع بقى اعمله تايمز مع اللي فوق يطلع نفس الريزلت. يطلع ايوه انا قلت كده اللي يطلع اعمله تايمز. تمام اللي يطلع بقى الجيرلز كام بقى؟ اتفضلي. طب كملي. وبعمله في نفس ال برضه في ال 6. اكسلنت برافو. دي طريقه اسمها فاليو فان بارت اللي انت قلتيه دلوقتي. فاليو فان بارت او انت قلت فاليو فان بارت. يبقى ممكن كده اقول له فاليو اوف مستر انا حليتها 1 part equal 260 over 13 هيدينا 20. يبقى انا كده عايز الجيرلز او البويز. البويز 20 multiply 6 و 20 multiply 7. اجيب الجيرلز الاول equal 20 دي بقى هتبقى multiply girls والبويز. والبويز هتبقى 20 برضه ملتبلاي الريشيو بتاعهم. فكان الريشيو بتاعهم اصلا كام؟ الجيرلز كانت 7. الجيرلز هتبقى ملتبلاي 20 ملتبلاي 7 140 120. لو انا بقى عايز اعمل تشيك اتاكد بقى انا حالل صح ولا لا، اعمل بقى بلس لل 140 مع ال 120. لو اديتني بقى نفس 260 يبقى مظبوط. اوكي فهمنا شويه. ناخد حاجه ثانيه. ايوه يا مستر ممكن ناخد برضو صام ثاني. ايوه يا مستر. يا مستر يا مستر ينفع تشرحها ثاني؟ معلش اشرح. نشرحها ثاني. ماشي نشرحها ثاني. هيجي المسألة عندي فيها جيرلز تمام، وفيها بويز زي ما هو جايب لي مثلا كتب بويز الأول وجيرلز، وقال لي بقى المدرسة كلها يعني صام. فراح عامل كده جيرلز وبويز وصام. البويز 6 الجيرلز 7 جبناها منين؟ هيبقى مكتوب في المسألة نفسها، وبيدينا كمان في المسألة نفسها إن هما الاتنين ب 260. كده واضح؟ العيد تاني ده الكويستشن ده السؤال أو السؤال كده. اوكي طيب نيجي بقى احنا محتاجين بقى الجيرلز كام والبويز كام. فانا محتاج برضو اعرف الصم بتاعهم اصلا كام. الصم بتاعهم كده 13. طيب كده بقى ترو كده المساله صح بقى. انا عندي الصم في الريشيو وعندي الصم الحقيقي. هما الاثنين قلتهم ديفايدد. اوكي هيدينا حاجه اسمها فاليو فون بارت. يطلع 20 يطلع كام؟ 20. يبقى كده فاليو فروم بارت طلع ب 20. قولي
هيضرب بقى 20 مع هنا و 20 هنا هيدينا بقى هما الاثنين دي 140 دي 120 كده يبقى انا خلصت المساله. يا عمر خلاص يا عمر. احمد عطا بليز تقفل المايك بتاعك. نكمل ناخد واحده جديده. بيقول لي the ratio between two numbers يعني عندي في ratio between two numbers يعني عندي first number و second number 7 to 12. find two number عايزين النمبر بتاعهم لو السم بتاعهم 76. نكتب ال question نكتبه مع بعض يلا. ratio between two numbers 7 to 12. You'll be find the two number two numbers if their sum is 76. ده الكويستشن انا كتبته ليه بقى عشان عينيكم بقى تاخد الكويستشن. انا الكويستشن زي كده عن تو نمبرز راح اعمل هايلايت كده على الريشيو. انا عندي على الريشيو وعندي كلمه سم اهي وعندي 76 يعني ولا مديني الفيرست نمبر كام ولا مديني السكند نمبر هو مديني السم بتاعها فاكيد انا هستخدم بقى السم. يبقى اول حاجه two numbers ما نعرفش بقى ده اسمه ايه ده اسمه ايه فهنكتب بقى first من عندنا يبقى ده first number 1st والتاني بقى second number 2nd والصم بتاعهم دي اول حاجة. يلا بقى في الريشيو بتاعهم 7 و 12. طب يبقى الصم بتاعهم كام يعني اجمعهم على بعض يبقوا كام بقى يبقوا 19 وهم اصلا كام 76. محتاجين بقى نطلع كل واحد لوحده بقى. يلا بقى مين شطور بقى يعرف يحلها. انا بس مستر ممكن انا احلها. اتفضلي. مستر ممكن اعمل اول حاجة عشان نجيب السكن هتحليها بالفاليو اوف 1 بارت ولا المالتيبليكيشن كروس؟ لا المالتيبليكيشن بروسيس الأول. ايه؟ هنعملها مالتيبليكيشن بروسيس هنعمل ال 76 مالتيبلاي 12 مش مالتيبلاي ديفايدد باي ديفايد اه 76 مالتيبلاي 12 اوفر كام؟ هتطلع 912 هنعمل 912 هنعمل ال 912 ديفايد ديفايد باي 19 كده احنا طلعنا السكند. طب احنا عايزين نطلع الفيرست بقى فكأني هعمل كده برضو هنعمل 7 كده مع دي مع 76 مالتبلاي 7 هنعمل 7 مالتبلاي 76 اوفر 19 تطلع معايا الاجابه اوفر 19 هتطلع 28
عايز اعمل تشيك اعمل لهم هما الاثنين بلس تطلع 76. اوكي مستر. نعم هو لازم نعمل الطريقتين بطريقة واحدة؟ لا لا طريقة واحدة اختار براحتك، بس انا شايف ايه يعني شايف الطريقة دي هي حلوة في ناس بتحبها، بس انا بحب اكتر الـ value of home part. يعني بحب قوي اعمل ده divided تمام ويطلع عندي بقى اعمله تايمز مع 12 واعمله تايمز مع 7 وخلاص. فاللي بيحب الطريقه دي ماشي بيحب. مستر انا هروح ده مع نفسي. اوكي